السلام عليكم ورحمة الله. فيضانات المغرب بإقليم طاطا وبعض المناطق المجاورة. هذا الإقليم بعد ما ضربته فيضانات في الأسبوع الماضي كانت متزامنة مع فيضانات في بشار وعين الصفراء في الجزائر، عادت الأمطار من جديد إلى إقليم طاطا، وهذه المرة بقوة وفي بعض المناطق الأخرى، طبعا في خسائر مادية معتبرة، وللأسف هناك خسائر بشرية، عدد من المفقودين والوفيات رحمهم الله. الفيضانات كانت قوية، كانت هناك أيضا تحذيرات من أمطار غزيرة وفيضان مفاجئ للأودية بشكل رهيب ومخيف. طبعا الفيضانات كانت كبيرة على بعض المناطق في المغرب، وأحدثت بعض السيول كذلك في الجزائر، قطع الطرق وغيرها. طبعا دائما نقول يرجى إعطاء الأودية حقها، لأن البعض يقوم ببناء منازل بالقرب من الأودية أو في الأودية في حد ذاتها، لذا دائما يرجى إعطاء الواد حقه في الجريان، لأن هذا الواد سيعود يوما من الأيام. رغم الخسائر التي أحدثتها الفيضانات، لكن هذه الفيضانات كان لها نفع، بحيث امتلأ عدد كبير من سدود المغرب في الجهة الشرقية. سدود الجهة الشرقية في المغرب كان لها نصيب كبير من هذه الأمطار وهذه الفيضانات، بحيث وصلت إلى امتلاء كلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.